بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزائي الغالين، حبايبي المتابعين، وينما كنتوا في هاي الساعة المباركة، أسعد الله صباحكم وطول الله أعماركم. حبايبي، بداية حديثي وياكم أذكر الله جل جلاله، وصلوا على خير المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، وردوا ذكر الله جل جلاله سبحانه وتعالى، وزيدوا من الصلاة على رسول الله، صلى على النبي محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المتابعين، أشف الله إن شاء الله أمراضكم، وغفر الله لأمواتكم، نجح إن شاء الله أولادكم، وعاد كل مقترب إلى أرض وطنه سالما غانما. أعزائي المتابعين، ومن العين دار الزين المدينة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، طالع من الفندق وساير المستشفى العين الجيمي، وأنا كالعادة أوقف السيارة ويزع الله خير فندق قالت بعد فندق روتانا، يأخذ المفتاح عنك ويودون السيارة، فما ما أعرف مكان الصراحة، لا أعرف شرقي من غربي، لكن إذا الله خير بوتكاس يوديني ويبني. هذا التكسي، كيف حالك؟ الحمد لله ما قصرت، صوغ ما شاء الله. ذي نعم، هذا نعم نيبال. لا نيبال، كم سنة أنت في الإمارات بابا؟ 10 سنة. 10. وفي السعودية؟ سعودي 5.5 سنة. 5.5. وبعمان؟ قطر 2 سنة. والله يا عيوني الغالين المتابعين، السالفة خلت عدتي بالسالفة، هاي بنظارة ما تكبر الحروف، ما مثل أول ما أشوف هاي الشمسية ما بلبسها زين. قال راعي الجول شو قال؟ قال تابع، تابع يعني رابع، تابع أو رابع نفس الشيء، تابع أو رابع، تابع الأصيل اللي في أصل وفصل، أصل وفصل فيه. قال تابع الأصيل، إن طال الزمان يود، يعني يود في اليود في الكرم، تابع الأصيل إن طال الزمان يود، ومبددتك نايبة باع العمر وشراك، بمعنى خلى شغاله وأعماله واللي له واللي عليه وقام وياك، هذا الأصيل. ونعم فعلا، واليوم في كل مكان الناس الطيبة والناس الزينة، ومن ما بقول ما زاني، قال ما زارني يوم الديار مخيف، قال لا مرحبا بيوم الدار أمان. وفعلا عند الشدات وعند الحوايج تعرف الربع وتعرف الزين والشين. فعلا شوف حنانية العين، ومجرد أن عرفوا أصدقائي وأحبابي والغالين على العين اني انا موجود، والله بالله اني ما جاملت، اركضوا من كل صوب، اظهروا لي من كل صوب، يعني شو كم بعد كم بقول، اولهم عيال بن ثعلوب الدرعي، قانا انا في يعني شو بقولكم، مبارك الكتبي من كوريا، من كوريا الجابري وغير، وربع في العين تليفوني ما وقف. شو بتكلم غير اطول الله عمركم يا دار الزين، وهذا من كرم حدا والله عرفه، وحدا ياب تليفوني من العوائل والقبائل، جزاكم الله خير والف الف خير، طول الله اعماركم وبارك الله في حياتكم، وما بشيء جديد عليكم يا اهل العين. الكرم الكرم، انتم من هله من درس الدنيا كرم، اسال الله يغفر له ويرحم الشيخ زايد وانتم اولاد، هذا شيء يعني تدمع العين إذا يتكلم عن حفاوتكم واستقبالكم. هذا العشم والله يعني الصداقة والمخوة والمحبة، يوم يشوفكم الواحد فعلا يعني ما يتوقع الإنسان. لكن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال خير في أمتي إلى يوم القيامة، ناس فيها خير، ناس شوف وقفت رجل، وقفت أخوة،
يعني الكل مشكورين ما قصرتوا صراحة جزاكم الله خير. فمن لا يشكر الناس لا يشكر، وكلمة الحق واحد يقولها مهما كان. الإنسان يقول الزبيبة ما تشبع الطيب الخاطر، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول الله قال ابتسامة صدقة. من قالك تفضل لو ما سرت بس وفى وكفى، هاي الحياة. ومتى الإنسان يعرف نفسه عند ربعه إلا عند الشدايد، وفعلا ما قصرتوا وبيض الله وجهكم الكل ركض جزاهم الله خير. وكم بعد وكم بقول، لكن أسأل الله يطول أعماركم ويبارك في حياتكم، وهذا في ميزان حسناتكم، وهذا ما بشيء يدل عليكم. وأنا إنسان يعيز من الشكر لأهل العين دار الزين، طول الله أعماركم. أهلا وسهلا ومرحبا طويل العمر، مساك الله بالخير والنور والسعادة الشيخ مجتوم. كل ما مر الفتير أشوفك لازم أسلم عليك لأنك غالي على القلب، الله يطول عمرك ويبارك في حياتك. وهذا عندهم بالفجيرة بطولة مجتوم، وأنا الحين ساير خور فكان. نعم الفجيرة، كل ما مر الفجيرة الله يطول عمره ويبارك في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين المتابعين، أسعد الله مساكم وطول الله أعماركم وبارك الله حياتكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. انتقلت إلى رحمة الله تعالى آمنة مصطفى والد جاسم صلاح، ومصطفى زوجة عبد الله محمد جاسم يارتي في خور فكان. ادعوا له بالمغفرة، ادعوا لها بالرحمة، أسأل الله يرحمها ويعفو عنها وغفر لها إن شاء الله رب العالمين. ونعم الحرمة ونعم الآدمية يارتي وميورتني، الله يرحمك يا ام جاسم، الله يرحمك. ادعوا لام جاسم اليوم انتقلت إلى رحمة الله قامت مصطفى يا. الحمد لله رب العالمين، لله ما أخذ ولله ما أعطى. هذا أنا بيتي في خور فكان، طبعا هاي مدينتي في خور فكان، مظلم محتي العيال في الشارجة، وهذا بيت المرحومة الله يرحمك يا أم جاسم على رحمة الله. انتقلوا كلهم مساكين، هاي الحرمة الطيبة، وهذا أبوي العيال في الشارجة. نعم لكن من أجل خلينا الإيجار الحين خلاص. وهذا بيت المرحومة أم جاسم على رحمة الله يا أم جاسم، ادعوا لها أم جاسم بالرحمة والمغفرة، الله يرحمها ويعفو عنها يا رب العالمين. يا ام جاسم الله يغفر لك ويرحمك يا رب العالمين على رحمة الله يا ام جاسم. هذا بيت ام جاسم يارتي، انا الا وانا اليه راجعون. اهلا اهلا اعزائي المتابعين، عسى الله يا رب العالمين قلوبنا ويا الكويت، احنا محطينه الكويت، عسى الله يحفظ الكويت يا رب وهلأ، الله يحفظ الكويت إن شاء الله، الله يسلمكم، الله يحفظكم يا رب العالمين. شوفوا قلوبنا وياكم، أشهد أن قلوبنا وياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت ومن على الكويت وأهل الكويت يا رب العالمين، الله يحفظكم. ادعوا لأهل الكويت، الله يحفظهم، الله ينجيهم يا رب العالمين، أسأل الله يحفظكم رب العالمين. الحافظ الله جل جلاله قلوبنا وياكم. نعم